الدولي المتألق في البطولة العالمية للصالات التي أجريت قبل سنتين في دولة ليتوانيا. نتابع هذه الفرصة والمحاولة، الفرصة والمحاولة وأولى الأهداف مباشرة إلى الزاوية الأولى في الانتباع. الحسم محاولة مرة أخرى، محاولة مرة أخرى والهدف الثاني، والهدف الثاني بطريقة رائعة مشاهدينا متابعينا الكرام. إذن هدفين مقابل زملاء أن يهدئوا اللعب. جميلة من النعيمي، يا سلام على المرور، حكم يعطي استمرارية اللعب إلى السلطان. اكتملت اكتملت اكتملت، الحكم برا إلى زاوية زاوية، هي الزاوية السادسة لعناصر فريق دبا الحسن.